الاجتماعي يا اما كيزيد بالمدينه القدام يا اما كيديها للهويه. والان هذه حاله التدبير الجماعي الان والله تربط غتمشي بالهويه. اراد لها صاحب الجلاله ان تكون مدينه الانوار، ولكن بهذا التدبير الجماعي ما غاتكونش. انا اشك في ذلك. راه ما يمكنناش نملؤوه سوء التدبير اللي كدير هي دابا، واكبر سوء تدبير هو ما نعيشه الان. هذا الصندوق هذا بغا تعمرو بالناس ديال المقاهي، وهادشي ما يمكنش. راه الوصايه بل نستنجد بسلطه الوصايه اللي كنعتبرها شريك، لاننا نعتبر سلطه الوصايه شريك استراتيجي. حنا مواطنين وسلطه الوصايه تستنجد بها لانها ستحمينا من الظلم. هذا ظلم وجور واستعراض عضلات تقوم به الامه. انا تهي مصره على ان الناس خاصها تخدع لهذا القرار الجبالي. صحه اوكا بغات اللغه تقول لكم خصكم تخلصوا صحه. انا غنطبق القانون بحالك ديالو، ما خلصتش عاد كاين وحده غنصيفطها للطريزون. هي الشيء اللي كاين دابا عندنا. الانتخابات الاخرى انا صراحه نتمنى، لانه طلعت لينا الحمله دازت طلعتنا اي حد، ما طلعتناش ناس زعما اللي هما في المستوى اللي عارف القيمه ديال المقاومه. عرفت شنو هي تتبنى المقاومه؟ انا ما كنسولوش المهني، ما كنسولوش. وانا قلت لي راه حيت واحد اللقاء كان فيه وزير الماليه وكان فيه عالم الوزراء، عرفتي شنو قلت لهم واحد الهضره؟ والله العظيم الى ساعه وانا تنهضر قال لي مولاي حكم العالمي واحد الهضره وباقا تتنغش الانسانيه. قال لي انتوما اللي تتحملوا المسؤوليه، انتوما اللي ما كاينينش ماشي حنا. هاو كبر هاد اللغه هذا. ذات الجماعه كتشد الاحياء ديال الرباط حي بحي، وكل حي كتنزل عليه السيف كتعزلو من الاحياء الاخرى وتخط عليه السيف. ها غندير معاك ما بغيتي شيء، رانا غادي نشوفوا حل اخر. عندنا شي مركزين علمي في العمومي، لان وصلت الخزينه العامه، وصلت انهم بداو يحطوا يديهم على القصور، وصلت انهم يحطوا يديهم على الكونت بونكير. راه ما يمكنش، ما يمكنش الانسان داير حسابه وانت غتخسر الحساب بالضريبه ديال التعز. الدين الحراق رئيس الجامعه الوطنيه لارباب مقاهي المطاعم المغرب. اليوم عندنا لقاء مع الاخوان المهنيين ديال مدينه الرباط كمكتب وطني وكذلك كمكتب اقليمي ديال الجامعه الوطنيه، اللي طبعا غناقشوا فيه هذاك القرار الجبائي اللي قرروا مجلس الجماعه ديال مدينه الرباط، اللي رفع حد السعر ديال السقف ديال الاستغلال المؤقت للملك العام من 50 درهم 70 درهم، اللي وصل بعض الاحياء الى 525 درهم. طبعا هذه الارقام هذه رغم مبالغ فيها كثيرا، وبالتالي لا اعتقد ان شي مهني انه يقدر يخلص هذه المبالغ لانها مبالغ جد مرتفعه. احنا اليوم غناقشوا طبيعه الحال الاضراب اللي اعلنا عليه كمكتب وطني مع المهنيين الرباط، غناقشوا كذلك المده ديالو، كذلك غناقشوا الاشكال النضاليه اللي ممكن ناخذوها بالموازاه مع هذا الاضراب هذا، لانه طبعا استنفدنا كاع مجموعه من المراسلات كانت وصلت بها العمده، مجموعه من المراسلات وصل بها السيد الوالي، كذلك كنا جلسنا مع الوزاره الداخليه على اساس انه باش يكون واحد التحكيم ديال وزاره الداخليه خاصه الماليه المحليه باش تدخل في هذا الامر هذا، لان الارقام وباعتراف ديال وزاره الداخليه لان ارقام مبالغ فيها وخاصه اعاده النظر في هذا القرار الجبائي. لكن للاسف الشديد من بعد هذا الشيء كله ما تمش فتح باب الحوار جدي مع المكتب الوطني وكذلك مع المكتب الاقليمي ديال الرباط. لذا قررنا احنا كجامعه وطنيه وكمكتب وطني ديال مدينه الرباط على اننا نخوض هذه المعركه، هذا الاضراب هذا اللي طبعا اليوم غادي المهنيين غيحدوا المده ديالو وكذلك غيحدوا كذلك التاريخ ديالو. السلام عليكم، معكم الريس نعيمه رئيسة جهة الرباط سلال القنيطرة للجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم. كنتواجدوا اليوم بالغرفة ديال التجارة والصناعة والخدمات للرباط لأجل تدارس المشكل ديال استغلال الملك العمومي والإشكالية اللي خلقها في مدينة الرباط بعد وصول عدد من حسابات ديال الارباب المقاهي من مور ما عطاوهم الانذارات وصلوا للخزينه، والخزينه بدات كتاخذ الاشكال ديالها اللي كتخلص بهم من الناس، الطرق ديالها، الحجز على الحسابات البنكيه والاصول التجاريه والاملاك الى غير ذلك. كنتمنى ان شاء الله نخرجوا من هنايا بواحد
واحد الاتفاق على الشكل النضالي اللي غيتاخذوا ارباب مقاهي والمطاعم في المدينه باش يبينوا للراي العام والمسؤولين في المدينه باننا راه حنايا هذا الثمن اللي طلع من 70 حتى على حسب الاحياء 280 330 525 راه ثقل الكاهل ديال المهنيين وراه ماشي في الاستطاعه ديالهم، خصوصا انهم خرجوا من واحد الفتره ديال الجائحه اللي باقي ما تعافوش منها، ومن موراها جات هذه الازمه العالميه ديال غلاء الاسعار واللي ارباب المقاهي ما غيقدروش يزيدوا حتى هما بحال اللي زادوا عليهم الاسعار واللي خلاوهم في استحاله انهم يخلصوا هذا الشيء كله اللي جا في مره واحده. لحقني عضو المكتب الوطني للجامعه الوطنيه لارباب المقاهي والمطاعم بطلب من المهنيين ديال مدينه الرباط، اليوم تتعقد واحد اللقاء في الغرفه ديال التجاره والصناعه بمدينه الرباط لتدارس الاوضاع اللي وصل لها المهني بخصوص الرسوم ديال الجبايات. يعني المهنيين لقاو راسهم اصطدموا بعده مشاكل، منهم حجوزات على الرصيد البنكي، كذلك على السيارات ديالهم، على الممتلكات ديالهم. هذا الشيء اللي خلى المهنيين اليوم يعني ديال مدينه الرباط يديروا واحد اللقاء هنايا باش يقروا يعني شكل من الاشكال النضال اللي يتاخذوا في الايام المقبله ان شاء الله، ويحدوا كذلك اليوم اللي يكون فيه يا اما الاضراب ولا شكل من اشكال النضال. شكرا على المشاهده. اذا اعجبك الفيديو اضغط على زر الاعجاب. لا تنسى الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.